كاسرين قفل الباب، بدنا مكان تاني. أنا حليت القصة معلم، منحط هالقفل على هاد الباب. يلا لكان، فوتوا لجوا. ليش ناطرة؟ لا تلمسه. أمير، مشان الله اتركه. لا قلت لك رحت لك وابرك هون. بس مجبور استنى. فوتوهم، تحرك يلا. ربطوهم اثنيناتهم. خذ هاد واربطه. زيل على ركبه. لا مشان الله لا. على ركبك. زيلي بأكد لك رح تدفع الثمن، ما رح تنفذ بعملتك هي. لسه عم تهددني؟ الزام حدودك. وإلا بحرق لك قلبك عليها وبقتلها قدام عيونك وانت عم تتفرج. لهيك أنا بنصحك ما عاد تسمعني صوتك. إذا بتتجرأ وبتلمس شعرة وحدة من شعرها ما بتعرف شو رح أعمل فيك. أنت لسه ما بتعرفني. أنا بقدر هد العالم كله على راسك. صدقني أنت مانك قد جناني. بما أنه هالعشاء بيحبوا بعض لهي الدرجة، ليش لسه واقفين؟ خلينا نتركهم على انفراد. يلا تحرك. عم يوجعك شي؟ ما في شي. ليش تهورت وضربته للزلمة؟ بلكي جنبي لحظتها وقتلك. لا تخافي علي، أنا لهلأ ما بعرف شو هدفهم، بس لو كان هدفهم يقتلونا كان من الأول عملوها. مبين إنه بدهم يانا عايشين. حتى لو ما قتلوك بخاف إنهم يأذوك. هذا الزلمة ما معه مزح، ديروا بالكم. عيونكم ما لازم يغمضوا. ما رح اسمح بولا غلطة. شددوا لي الحراسة. كنا أول شي بوحدة، صرنا باثنين. شفت الزلمة كيف ضربوا للمعلم؟ ايه، وإذا لتكون خفت منه؟ لا أكيد ماني خايف، بس غريب. اللي بينخاف منه هو المعلم. على الأغلب أنت مالك متعامل معه من قبل، ما عنده مزح بنوم. روح جبلنا لقمتين خلينا ناكل، والله متنا من الجوع.